السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. ما رح طول عليكم مثل العادة، الله يخليكم. ما لم اشترك بالقناة اشترك بالقناة إذا سمحتوا، وعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو. اليوم رح نحكي عن موضوع التأمين تبع السيارات اللي هو بألمانيا، تمام؟ هلا هذا التأمين تبع السيارات، كل مين عنده سيارة معروف إنه اللي بده يروح يسجل سيارته، اشترى سيارة جديدة بده يروح يسجلها بالمرور، تمام؟ مشان يعمل سولاسونج. هلا وقت اللي بده يروح لهنيك لازم يكون جايب رقم اللي هو اي فاو بي نمار، تمام؟ هذا الرقم اللي هو الاي فاو بي نمار هذا مشان اذا انت بتروح تسجل سيارتك بالمرور، اذا ما كان معك هذا الرقم ما بيحسن سجلك السياره، لانه انت بيكون لسه مالك عامل تامين للسياره، تمام؟ فالفكره رح احكيها اليوم عن هذا الرقم، تمام؟ وشو الميزه اللي بتحسن تعملها انت عن شركه التامين كل فترة من السنة، تمام؟ الفكرة هلا الواحد وده يشتري سيارة بده يروح يسجلها بالمرور لازم يجيب هذا الرقم اللي قلت لكم عليه الايفاو بي نمار، تمام؟ انت بتجيب تأمين مثلا نفترض من شركة هوك، تمام؟ اخذت انت هذا الرقم وحملت حالك ورحت لوين؟ على المرور، تمام؟ تعطيهم الرقم بيسجلك السيارة، تمام؟ وين الفكرة اللي بدي أحكيها اليوم؟ الفكرة اللي بدي أحكيها أنه أنت بس عملت تأمين عن شركة مثلا هوك، هذا التأمين يفضل أنك تضلك عليه لمدة سنة، تمام؟ يعني تضلك أنت عامل تأمين عنده لمدة سنة. هلأ الفكرة اللي بدي أحكيها أنه أنت بإمكانك كل سنة بشهر أكتوبر، من 15 أكتوبر ل 30 نوفمبر، تمام؟ بإمكانك تتصل مع الشركة وتقول لهم مرحبا، أنا جبت عقد جديد وجبت عرض جديد من شركة تانية، أعطوني سعر أقل من سعركم. طبعا أنت شو بتكون مساوي؟ أنت بتكون جايب عرض مثلا من شركة تانية، من شركة آدي آتسي مثلا، بتجيب عرض مرتب، بيعطوك عرض مرتب، أنت عم تدفع مثلا بالشهر 100 يورو، بتجيب عرض بيعطوك عرض شركة آدي آتسي، عرض جديد بمثلا ب 80 يورو بالشهر، تمام؟ فأنت شو بتساوي؟ من 15 حصرا، من 15 اكتوبر ل 30 نوفمبر، تمام؟ شو بتساوي؟ انت بتتصل بالشركه بتقول لهم انا جاني سعر جديد ولقيت عرض تاني بشركه تانية، فانا بصراحه حابب اني انتقل على هي الشركه التانية واخذ هذا العرض. الشركه هي انت تسجل عندها شركه هوك، شو بتقول لك؟ بتقول لك انه اخي ما في مشكله، شو العرض اللي اجاك؟ والله انت بتقول لهم جاني عرض مثلا ادفع بالشهر 80 يورو. يوم شو بيساووا هن؟ بيحسبوا عندهم على الكمبيوتر، بيطلبوا، يقول لك إيه لا ما في مشكله، نحن بنعطيك هذا العرض كمان ب 80 يورو واقل كمان بنعطيك، تمام؟ يا بيعطوك عرض انه 80 يورو واقل، يا اما بيقول لك انه نحن نعتذر منك ما فينا انه نعطيك عرض اقل، لانه نحن بتوفي معنا مثلا 100 يورو كل شهر، تمام؟ طيب الفكره وين؟ الفكره انت اذا بدك تعمل اب ميلدونج من على شركه هوك، تمام؟ انا هيك كنت مفكر بصراحه، اذا بدك تعمل اب ميلدونج مع شركه هوك لازم تحمل حالك وتروح على الشركه الجديده اللي جبتها انت، بيعطوك اللي هن الرقم الجديد تبع الاي فاو بي نوما، وبدك تاخده ترجع على المرور وتسجل السياره برقم جديد لانك انت انتقلت على شركه تانية، تمام؟ إيه طلع لا، انا في واحد صاحبي الماني حكى لي هذا الموضوع، قال لي لا، قال لي كل 15 اكتوبر ل 30 نوفمبر بيحق لك تتصل على الشركة وتجيب عرض من شركة تانية، بيحق لك تتصل على الشركة وتقول له للشركة انه انا بدي اغير، وبيحق لك انه تطلع من الشركة اللي انت مسجل فيها اذا ما عطوك عرض منيح، تطلع من الشركة اللي انت مسجل فيها على الشركة التانية بنفس الرقم اللي انت اخذته تبع الاي فاو بي نمار. يعني ما في داعي انك تروح تعمل رقم جديد بالمرور وتعمل نمر جديدة وقصص جديدة، لا. اللي حصرا من 15 اكتوبر ل 30 نوفمبر بتحسن تعمل هاي الحركه، هي كل سنه عند كل شركات التامين هيك. طبعا الا اذا بعت السياره، اذا بعت السياره انت مثلا خلال هالسنه ورحت عملت لها اب ميلدونج، اوتوماتيكيا الشركه بينعمل اب ميلدونج من عندهم بالتامين اوتوماتيكيا، تمام؟ فهي المعلومات بصراحه يعني انا بالنسبه لي جديده، تمام؟ واكيد في ناس يعني في ناس كتير ما بتعرف هذا الموضوع، يعني احنا كلياتنا اجينا جداد على المانيا وكلياتنا مثلا عم نتعلم كل يوم عم نتعلم شيء بقوانينهم وشيء بامورهم، تمام؟ فهي الشغله انا بصراحه حبيت
فيدكم فيها، انه انت اذا كان عندك تأمين بشركة وبدك تغيره لتأمين تاني، تمام، بتحسن تغيره من كل 15 اكتوبر ل 30 نوفمبر، تمام. اما اذا انت بتحمل حالك وبتروح لعندهم، لنفترض انت سجلت عندهم باول السنة بشهر يناير، تمام، انت بشهر 5 ما بدك التأمين عندهم هذول الجماعة، ما بدك، يا لقيت تأمين احسن مثلا ارخص. اذا بتروح لعندهم وبتقول له انه انا لقيت تأمين ارخص وبدي الغي التأمين من عندكم، بيقول لك ايه ما في مشكلة، اهلا وسهلا، بتلغي التأمين، بتلغي التأمين من عندهم. بس انت بهالحالة ما بتحسن تضل على نفس الرقم تبع الايفا وبينومار، ساعتها بدك تعمل اب ميل دونك، تعمل تسجيل خروج من هاي الشركة وترد ترجع بقى لوين، على المرور، تمام، تاخذ الرقم الجديد اللي اخذته من التأمين الجديد، الشركة الجديدة اللي شفتها انت كشفتها، وتاخذ الرقم الجديد اللي هو الايفا فوبينومار، وتروح على المرور من اول وجديد، تعمل اب ميل دونك للسيارة النمر القديمة، وترد ترجع تعمل ان ميل دونك للسيارة للتأمين الجديد. يعني انت بهالحالة بدك تتكلف مرتين، تمام، انك انت لغيت التأمين قبل السنة، تمام. فانا هاي الفكرة اللي انا عم بحكيها، يعني انك انت بتحسن بس ب 15 اكتوبر ل 30 نوفمبر تبدل التأمين، شركة التأمين تبعك، على نفس الرقم القديم اللي انت مسجل عليه بالمرور. يعني ما في داعي تروح تعمل اب ميل دونك وترد ترجع مثلا تعمل ان ميل دونك للرقم الجديد من شركة جديدة، لا، هذا حصرا من 15 اكتوبر ل 30 نوفمبر، تمام. والله بصراحة حبيت بس فيدكم بهالموضوع، ولأنه بصراحة معلومات يعني اجتني، فحبيت اني شارككم فيها، لأنه اكيد في عالم كتير بتستفاد من الموضوع. يعني ما بقولكم انه كل الناس ما بتعرف، يعني في ناس ممكن قديمة هون بألمانيا بتعرف هذا الموضوع، بس نحن كلياتنا اجينا جداد عم نتعلم كل يوم كل يوم اشياء جديدة بألمانيا وبقانون ألمانيا. بتشكركم، اذا عجبكم الموضوع عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك، واي تعليق حابين مثلا تعلقوا وتسألوا اي سؤال كمان انا حاضر ان شاء الله بإذن الله. بتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.